الكنيسة النهاردة بتعيد بتذكار نياحة القديسة حنة أم العذراء مريم، يعني جدة السيد المسيح بالجسد. علشان كده نلاقي إن قراءات النهاردة كلها تقريبا هي نفس قراءات الحد الأول من شهر كيهك. كل سنة وحضراتكم طيبين. الكنيسه بتحط هذا التذكار في الوقت ده بالذات قبل صيام الميلاد بتلات اربع ايام عشان تقول لنا ان خلاص هنبتدي نحتفل باعياد الظهور الالهي. اعياد الظهور الالهي يعني ايه ظهور الهي؟ يعني عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يعني من الناس ما كانتش بتشوف ربنا وما كانتش تعرف ربنا وكانوا يسمعوا عن ربنا، إنما دلوقتي ربنا جه وظهر في الجسد والتلاميذ كانوا بيشوفوه بعنيهم، ويوحنا المعمدان شافه وشهد عنه وقال إن هو ده المسيح مخلص العالم، إيه العالم كله. علشان كده تلاقي الكنيسة بتحط لنا في أحد شهر كيهك أول حد اللي هو بشارة الملاك لزكريا، ودي نفس القراءة بتاعت النهاردة اللي هي لوقا واحد، ونلاقي إن الكنيسة بتقسم لوقا واحد لأربع إيه؟ أربع أحداث كبيرة. بشارة الملاك لزكريا بولادة يوحنا المعمدان، بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم بولادة السيد المسيح، زيارة العذراء مريم لأليصابات، وبعد كده في الاخر خالص نلاقي ميلاد يوحنا المعمدان والنبوءة بتاع زكريا عن السيد المسيح. وفي الاخر نلاقي ان الكنيسة بعد ما بتقرأ احد شهر كيهك اصحاح الاول من انجيل لوقا واحد، تيجي في برامون عيد الميلاد وتقرأ الاصحاح الاواني من اصحاح الثاني من انجيل لوقا اللي هي زيارة الرعاة لمين؟ للسيد المسيح في المزود. وبعد كده نيجي في العيد بتاع الميلاد نقرأ زيارة المجوس للسيد المسيح فين؟ في البيت بعد سنة ونص من ولادة السيد المسيح تقريبا، وقدموا له الهدايا. ونيجي بعد كده عيد الختان بعدها بثمان أيام من إيه؟ من ولادة السيد المسيح. وبعد كده نبتدي نحتفل بعيد الظهور الإلهي اللي هو عيد الغطاس، واخر عيد هو عيد عرس قانا الجليل لما السيد المسيح حول الماء الى ايه؟ الى خمر. كل هذه الاعياد اسمها اعياد الظهور الالهي. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عشان كده بنقول الظهور الالهي. لو بصينا برضو القراءات النهاردة نلاقي، وبرضو الأربع أحد بتوع شهر كيهك، هتلاقي إن البولس دايما من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. ورسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا دي تمثل كاتدرائية الإيمان المسيحي. يعني بمعنى أصح كده، عايز تفهم الإيمان بالسيد المسيح، الكنيسة وضعت لينا أربع أحاد في كل حد بنقرأ رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل روميا. يبقى ممكن ناخد كده تدريب في صيام الميلاد، وإحنا نصوم صيام الميلاد من يوم الأربعاء اللي جاي، إن إحنا ندرس رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا. طب الكنيسة عايزة تقول لنا إيه لما بتحط هذه القراءات؟ عايزة تقول إيمانك عامل إيه؟ هل إيمانك بيزيد من سنة لسنة، ولا بنصوم كما لقوم عادة؟ صمنا السنة اللي فاتت زي السنة دي، إن شاء الله السنة الجاية إن كان لينا عمر وعشنا هنصوم نفس الصيام، طب هنطلع إيماننا زاد ولا ما زادش؟ النمو في الإيمان ده شيء ضروري، لأن الإنسان اللي مش بينمو ده إنسان بيموت روحياً. بص كده للنبتة، اي نبتة مهما كانت، لو النبتة الصغيرة دي مش بتنمو هتجف، وبعد ما تجف هتموت. فهل احنا ايضا بننمو في الايمان؟ كل سنة بيعدي علينا عيد الميلاد
كل سنة بنصوم صيام الميلاد، المفروض إن أنا بنمو، وإذا ما كنتش بنمو يبقى لازم أقوم أعمل وقفة مع نفسي، أقف مع نفسي وأحاسبها وأقول لها يا نفسي، هو أنت تبقي زي السنة اللي فاتت زي السنة دي، وسنة تجري ورا سنة والعمر يمر والإنسان ما ينموش روحيا. لما أنا داخل على صيام الميلاد، ومعنى كلمة صيام إن أنا هصوم عن الخطية قبل ما أصوم عن الأكل والشرب، هل الصيام بالنسبة لي تغيير أكل بأكل؟ هل الصيام بالنسبة لي إن أنا لما يجي حد يسألني من الكنيسة من الخدام أو من أبونا يسألني هل أنت صايم، أقول له آه أنا صايم؟ ولا مثلا إن أنا بحط علامة صليب في النقطة الروحية؟ ولا أنا بصوم عشان محبتي لربنا؟ أنا بصوم علشان أزود إيماني، إيماني هيزيد لما أقرب أكتر من ربنا. عشان كده نلاقي رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل روميا، ونلاقي إن بولس برضك من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، وما دام يعقوب الرسول بيتكلم يبقى هنقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب إيه؟ متنوعة. فأكيد هيبقى في تجارب مع الصيام، هو هيبقى في صيام من غير تجربة؟ ده إحنا لما بنيجي نضرب الجرس بتاع الكنيسة عشان نقول للناس يلا تعالوا عشان تحضروا القداس، الجرس ده بيسمعه الناس وبيسمعه الشيطان كمان، الشيطان بيسمع الجرس فبيقوم يحارب هو كمان. نفس الكلام احنا بنبتدي نصوم، الشيطان هيعمل ايه؟ هينتبه هو كمان وهيبتدي يطلع اسلحته وهيبتدي يحارب. انت هتبتدي تحارب والشيطان كمان هيحارب، اذن هيبقى فيه تجارب. مش هنقدر نتغلب على هذه التجارب غير لما نقرب من ربنا اكتر. ونلاقي ان الابراكسيس بيتكلم عن موسى، وازاي ان هو ربنا هيرسل لهم مخلص. يعني لما كان بيتكلم القديس استفانوس في اعمال 7 وبيكلمهم عن ابراهيم، وازاي ان ربنا ارسل ابراهيم، وبعد ما ارسل ابراهيم هيبتدي يرسل لهم مين؟ موسى اللي هو هيكون عليه الرجاء بتاعهم. اصل موسى كان رمز للمسيح، هينزل الى ارض مصر عشان ايه؟ يخلصهم من عبودية مين؟ الشيطان. المسيح هينزل عشان يتجسد عشان يخلصنا احنا كمان من عبودية مين؟ من عبودية الشيطان. هما كان موسى يخلص من عبودية فرعون، وفرعون كان رمز لمين؟ للشيطان. والسيد المسيح هينزل يتجسد. علشان كده نلاقي المزمور بيقول انت يا رب ترجع وتترأف على صهيون. صهيون دي مقصود بيها مين؟ مقصود بيها النفس المؤمنة، ومقصود بيها الكنيسة، لأن ده الوقت بتاع الترأف عليها، لأن الزمان قد حضر. خلاص قد كمل الزمان، كمل الزمان. ولما احنا بنصلي في القداس كده وبنقول ايه؟ وفي آخر الزمان ظهرت لنا. آخر الزمان ده مقصود بيه إيه؟ آخر زمان العهد القديم، إن خلاص هينقضي العهد القديم ويبتدي عهد جديد بولادة مين؟ بولادة ربنا يسوع المسيح مخلص العالم كله، لأن الرب يبني صهيون ويظهر بمجده. واضح جدا من القراءات إن القراءات بتركز على إيه؟ على ظهور ربنا يسوع المسيح فين؟ في الجسد. ظهوره في الجسد عظيم، ان هو سر التقوى، الله ظهر الجسد لانه نظر الى صلاه المساكين، المساكين اللي هم احنا شعبه المساكين اللي الخطيه مبهدلانا، اللي الشيطان عمال كان كنا كلنا في قبضه الشيطان، كلنا كنا محتاجين لمين؟ للمخلص. لان اي حد كان بيموت في العهد القديم كان مصيره ايه؟ ان يروح الجحيم. حتى لو كان أبو الآباء إبراهيم، أبو الآباء كان موجود فين قبل مجيء السيد المسيح؟ كان موجود في الجحيم، بدليل كمان القصة بتاعت الغني وإيه؟ والعازر. بس طبعا هو كان موجود في مكان مش بيتعذب، لكن برضه كان موجود، كان مستني الخلاص اللي هيصنعه السيد المسيح على عود الإيه؟ على عود الصليب. إذن النهارده الكنيسة عاوزة تحط لنا جرس انذار، تذكار بنفتكر فيه
نياحة جدة السيد المسيح اللي هي القديسة حنة أم العذراء مريم، عشان بعد كده تبتدي الكنيسة تبتدي تعلن وتعيش أعياد الظهور الإلهي. ونلاقي نفس الكلام اللي حصل مع إليصابات وزكريا لما كانوا عاقرين، ما كانش عندهم نسل، وابتدوا يصلوا صلاة من عمق القلب، وابتدى ربنا يسمع لصلاتهم. صحيح ربنا تأنى وانتظر الوقت المحدد اللي هيجي فيه مخلص العالم، عشان قبليه ب6 شهور بالظبط يبتدي يرسل لنا مين؟ يوحنا المعمدان، اللي هيهيئ للرب شعبا ايه؟ شعبا مستعدا. نفس الكلام كانت القديسة حنة ويواقيم، ما كانش ليهم نسل، وكانوا بيصلوا وقت طويل، وربنا برضو انتظر. والانتظار دوًا بيبقى بالنسبة لنا احنا مؤلم، لكن هذا الانتظار يعتبر تجربة ايه؟ تجربة ايمان. الانتظار والصبر دوًا دي فضيلة عظيمة. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. الانتظار دوًا هو اللي هيبين معدن ايمانك. هل إيمانك ثابت في المسيح لما المسيح ينتظر عليك وما يديلكش الخلاص في التجربة، وعايز يبين إيمانك للآخرين؟ عشان كده الانتظار دون أحيانا كتير بيكون بركة لينا. للأسف إحنا في عصر، طبعا عصر السرعة زي ما بيقولوا، مش قادرين ننتظر، ولكن ربنا بيعلمنا النهارده ان احنا ننتظره وننتظر هذا الخلاص اللي ربنا هيصنعه. فهل احنا بننتظر في التجربة ونقول يا رب مسيرها تنتهي؟ طالت التجربة، ولكن في الاخر هيكون ليها ايه؟ هيكون ليها نهاية. في الاخر خالص ربنا تحنن على القديسة حنة وعلى القديس يواقيم، وارسل لهم اعظم مواليد النساء، وهي مين؟ القديسة الطاهرة العذراء أم النور مرت مريم، اللي هيجي من نسلها مخلص العالم كله. إذا انتظر حبيبي، انتظر شوية وشوف ربنا هيعمل معك إيه. ده حتى كده الكتاب بيقول انتظر الرب عشان يرفعك في يوم الإيه؟ في اليوم الافتقاد. هيجي يوم وربنا يرفع راسك، وربنا هيقول إنك أنت كان معاك حق، وكان ربنا سمح بفترة كده انك تتألم فيها، ولكن هذا الانتظار هو منفعة ليك. يمكن يكون ربنا عايز يعلمني الصبر. الصبر يمكن انا محتاج الى الصبر، فربنا مخليني انتظر. فاحنا ممكن نسمي ان الانجيل دون هو انجيل بيعلمني انتظر واسمع كلمة ربنا. ربنا قادر ان يدينا صوم مقبول. نعمة ربنا الصيام هيبتدي يوم الأربع اللي جاي. طبعا ما فيش حاجة اسمها ان احنا ما نصومش من الأول أو نضيع كام يوم. صحيح الصيام يوم 25 وهو يوم الخميس، لكن طبعا يوم الأربع هو أساسا صيام من الدرجة الأولى. الأربع والجمعة صيام من الدرجة الأولى، إذا بيتضم صيام الأربع إلى صيام الميلاد. ونلاحظ أن صيام الميلاد صيام من الدرجة الثانية. كلمة درجة أولى ودرجة تانية، درجة تانية معناها إن هو مش صيام سيدي، إنما درجة أولى معناها هو صيام سيدي، والفرق الوحيد إن إحنا بناكل فيه أسماك اللي هو صيام الميلاد برضو ما عدا يوم الأربع والجمعة. ربنا يبارك في حياتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.